طيب ايه مالك يا بنت؟ في ايه؟ ومال وشك اصفر كده ليه؟ انت عيانه؟ عيانه ايه بس؟ انت لو شفتني وانا ماشيه بتلفت حواليا زي الحراميه يمين وشمال والمصحف كنت صعبت عليك. معلش معلش، وحشتيني يا فوزفوز. كمان وحشتني. اسكت يا حليم اسكت، ده امبارح ده كان يوم ليلة عجب. عشان عريس الغفلة ده؟ اتريق اتريق، ما انا اصلي اخويا ناقصة تريقتك. وبعدين تعالى هنا. انا ازاي اكلمك في التليفون تقول لي انا مالي؟ ما تتصرفي، طفشي. طب انا اتصرف ازاي؟ طب انت كنت عايز انا اعمل لك ايه يعني؟ اروح لامك اقول لها بنتك متجوزة؟ لا بلاش، انا بجد زهقت بقى. انا مش عارفه هنفضل في الموال ده بس لحد امتى يا بنت؟ اصبري بس لغايه ما اعمل قرشين ونعمل مشروع صغير كده وبعدين نشوف هنعمل ايه. وده امتى بقى ان شاء الله؟ سكي فيا، دي فتره مؤقته كده. وبعدين انت مستهتره بجوزك ولا ايه؟ ده انا حليم وبوزبوس، بكره تشوفي جوزك ده هيبقى عامل ازاي. واثقه واثقه يا اخويا ومتاكده. الحمد لله، اول مره نخرج ونرجع من غير اصابات. ايوه يا اخويا نق نق، اصلها ناقصاك. بقول لك ايه، اسبق ان انت وانا هشتري حاجه من محل الخردوات ده عشان ما حدش يشوفنا واحنا ماشيين سوا. ماشي، بس خلي بالك من نفسك يا اخويا. ده انا ب100 راجل، في ايه يا جامد. يلا لا اله الا الله. محمد رسول الله، مع السلامه.